شو هاد؟ هي شكلها قطعة قماش ما هي؟ ايه يمكن امي بلكي هي بتخص الشخص يلي هجم عليكي. رح تكون الدليل ورح استخدمها. رح استخدمها للاقي الشخص يلي هاجمك وحاول يأذيكي. أمي شو رح نعمل؟ هي هربت. احكي لك شي كلمة يمكن عرفت إنه أنت اللي هاجمتيها. ابني أنت كتير جبان، لأنه ما في أي شي بيخوف. صحيح إنه أنوبريا هربت، بس ما قدرت تشوف وشي، بس ما قدرت صيب المكان الصح بالعتمة. كرمال انجز هي المهمة، أنا بعتت كلياني على غرفة سوارة. أنا كنت بعرف إنه سوارة رجعت لوعيا، وبعرف إنه كلياني رح تنكش حادثة تموز أول ما تفيق سوارة، وبعدها سوارة رح تروح لعند أنوبريا لحتى تعرف إذا كانت بتتذكر شي عن حادثة 26 تموز وعن كل اللي صار. وقت عرفت إنه أنوبريا كانت بالحمام، لهيك طلبت منك تلحق سوارة. سوارة؟ أنت هون؟ لهذا السبب أنا طلبت منك بوقتها تخلي بخاخ الربو بغرفة أنوبريا. كان بدي بخاخ سوارة يكون موجود بغرفة أنوبريا بعد الهجوم، حتى يشكوا بهجوم سوارة عليها. سوارة كانت خايفة، بتعرف منيح إنه كلياني رح تكون عم بتدور عليها بعد خناقتهم، لهيك هي راحت وتخبت بغرفة ملهر. الكل كان عم يدور على سوارة، كرمال هيك أنا بعتك لحتى تقطع الكهرباء. بعدين أنا رحت على غرفة أنوبريا. كل شيء مشي بحسب الخطة، كمان سوارة صارت صحتها أسوأ ونحط الحق بهذا الشيء على كلياني. بس أنا غلطت غلطة، ما قدرت صيب المكان الصحيح بإيد أنوبريا بالعتمة وفشلت.